على كل حال هذا يعني وجهنا دلهم توجيه في الماضي، يقولون ينبغي أن تكون لجنة تحكيم من النساء، لأن النساء حافظات كثيرات يعني ما يحتاجون هم إلى لجان من الرجال. فلو كان هناك يعني لجان نسائية ينبغي عليهم أن يعينوا لجان نسائية لامتحان البنات، وإذا كان لم يوجد فلا بأس، لكن مع وجود النساء فلا ينبغي أن يعينوا لجان من الرجال في التحكيم.